مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامجنا بيتنا احلى. صحابي جليل وقائد عسكري احد السابقين للاسلام، سخر موهبته في تاليف والقاء الشعر للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احد نقباء الانصار الاثنى عشر في بيعه العقبه. اعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ العديد من المهام العسكريه المهمه جدا. كان أحد القلائل في عصره اللي كانوا بيحسنوا القراءة والكتابة، وكان بيتمتع بموهبة إنشاد الشعر بصوت رائع جدا، وكمان عمل على تسخير الصوت الجميل ده في الدفاع برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان بيلقب هو وحسان بن ثابت وكعب بن مالك بشاعر رسول الله. ومن بعض المواقف اللي استخدم فيها شعره انه لما شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، ولما امره الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول من اجل تحريك الركب، انشد وسط المسلمين وقال: ربي لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلنا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا. هو القائد الثالث لجيش المسلمين في غزوة مؤتة، وفي غزوة الخندق كان بيلهب حماسة المسلمين في الحفر بإنشاده وأشعاره الحماسية، عودة مرة أخرى لسلسلة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع في شهر رمضان الكريم، والصحابي الجليل عبد الله بن رواحة.